الراحة والمتعة مع بنش. بنش الاختيار الأفضل. معدلة شريفة القبائل فازت على اتحاد سطيف وليس على فريق وفاق سطيف. عملية القرعة الخاصة بالدور الربع النهائي ستجري بعد غد الأربعاء. وصلنا إلى المسابقة الآن. الرقم 16,000 دينار جزائري لسكان الغرب الجزائري لمن يتمكن من الإجابة على أسئلتنا الثلاثة المطروحة خلال هذا البرنامج قبل أن نعرج على الأورو 2000 والملفات التي خصصناها لكم. ولو أن الأسئلة فيها من الأورو 2000 ما فيها من الأسئلة سؤالان عن الأورو 2000. ألو مرحبا، أين أنتم أهل وهران؟ هل لم يعودوا بعد من تيارة بعد فوزهم على فريق شباب بالوزداد؟ أنصار مولودية وهران، نقصد أنصار الجمعية أقصيو من الكاس، موجودون من المفروض في وهران. ألو مرحبا، أهلا وسهلا، لماذا كل هذا التأخر بالعيد؟ هل يجب أن نذكر بأن عملية القرعة الخاصة بكاس الجمهورية ستجري بعد غد الأربعاء بمقر الاتحادية الجزائرية لكرة القدم؟ بعد غد الأربعاء سيكون لكم موعد أيضا مع نهائي كأس الاتحاد الأوروبي على الساعة 9:45 في سهرة أوروبية خاصة بين غلطة سراي ونادي أرسنال. الخميس سيكون الموعد مع نقل مباشر لمباريات القسم الممتاز في نقل مزدوج أو ثلاثي مع حتى نتعرف على من سيفوز بلقب بطولة الوطنية لكرة السلة ومن سيتأهل إلى نصف نهائي كأس الجمهورية في كرة اليد بين أولمبيك الجزائر ومودية العاصمة من قاعة حرشة. ألو مرحبا، من ومن أين؟ يا سيدي ويا سيدتي أهلا وسهلا. محمد، منذ ذهب أبو علان المركز تحويل المكالمات الهاتفية صار فيه خلل. ألو مرحبا. ألو أهلا وسهلا، أين أنت يا أخي؟ عبد القادر من وهران. يا عبد القادر من وهران، كنت في تيارة ولا وين كنت؟ لا ما كنتش في تيارة، كنت راقد. راك فرحان كي ربحوا لمسيو ولا؟ نورمال نفرح. مال أنت حمراوي لمسيو؟ حمراوي فين؟ الله يبارك، خيار الناس خويا. خيار الناس خويا. صح، إلا ما فزتوش بالبطولة تفوزوا بالكأس، هاي. إن شاء الله. إن شاء الله ما يزعفوش السبعة الآخرين، ها؟ لا. سبعة نوادي. طيب السؤال الأول يقول: كنت راقد مانيش عارف إذا تصيبوا. من هو صاحب أكبر عدد من المشاركات في نهائي بطولة أوروبا للأمم لكرة القدم؟ وكم من مرة فاز باللقب؟ سؤالان في سؤال واحد. كاين فريق عنده رقم قياسي في عدد المشاركات ورقم قياسي في عدد الإنجازات، من هو؟ ألمانيا. صح، هذا جاوبت عليه. شحال من مرة شاركوا؟ شحال من مرة؟ واه شاركوا 9 مرات. 9 مرات؟ نعم. وشحال من مرة داوها؟ داوها 3 خطرات. داوها 3 خطرات، صح، بس ماشي 9 خطرات شاركوا، شاركوا 5 خطرات فقط. مولودية وهران مازال ما فازتش 5 خطرات بكأس الجمهورية. نتمنى لك التوفيق يا أخ عبد القادر، وتحية خالصة لأهل وهران. الرقم صار 19,000 دينار جزائري لمن يتمكن من الإجابة الصحيحة على سؤالنا. يلا أهلا مرحبا. يا سيدي أهلا وسهلا، من ومن أين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. مدينة تلمسان خويا. ما شاء الله، مبروك عليكم يا سيدي. الله يسلمك. تحياتنا لبتاج طارق، إن شاء الله يعود بالسلامة لفريق وداد تلمسان. الله يسلمك. ما عندكمش بزاف من بتاج طارق في تلمسان؟ ما كانش بزاف. ليس فقط كلاعب ولكن حتى ك ك ك كإنسان رائع جدا. واه. طيب من معنا؟ من معنا؟ الربيع عبد الرحيم أبن مدينة الحداية. عبد الرحيم، السؤال يقول: ماذا يمثل شعار الأورو 2000؟ أذكر اسمه. شعار الأورو 2000 الذي سينطلق بعد أقل من شهر من اليوم، ما اسمه وماذا يمثل هذا الشعار؟ يا أخي لك. ها؟ علاش تلمسان ربحوا؟ ماشي كامل تربحوا، واحد يربح وتلمسان بك ربح تاي. هو خصنا لازم كاع نربحوا. إن شاء الله تربح يا أخي. إن شاء الله. الإكسبير تاعنا ما راهش لهنا. أبون ها؟ والله. حتى الإكسبير ما نظنش يجيبها. لا إلى كلها ما عرفت. واحد الحيوان أقوى الحيوانات هو الأسد، ها؟ على كل حال إذا كان ممكن ياكل نشوف الماسكوت تاع الأورو 2000 الآن حتى نقدمها للأخ عبد الرحيم، إذا ما كانش ممكن نقدمها لكم بعد حين.
اسمها البينوليكي نسبة إلى بلدان الدول البينوليكس. هل ممكن نشوف لاماسكوت الآن خاصة بالأورو؟ إذا كما كانت ممكن نشوفها بعدين. على كل حال 19,000 دينار الآن ولا أكثر لمن يتمكن من الإجابة على السؤال المطروح. بقي ربع ساعة من الوقت. ألو مرحبا. أهلا وسهلا. السلام عليكم. 22,000 دينار جزائري، من ومن أين؟ الأخ سي عبد القادر. سي عبد القادر من؟ من ولاية سعيدة. يا مرحبا سعيد، خسروا اليوم مات لبس معليش يا اخويا. الله يعيشك بكل روح رياضيه. السؤال يقول: لاعب بحوزته رقم قياسي في عدد المشاركات في بطولة اوروبا للامم لكرة القدم، من هو وكم هي مشاركاته؟ ريفالدو عمره ما شارك في بطولة اوروبا، هو برازيلي يا سيدي المحترم. واه على بالك شكون هذا؟ على باليش. هو من المانيا يا سيدي. زيكلار. واسمه؟ زيكلار. زيكلار عمره ما شارك في بطولة اوروبا للامم. هو اندرياس بريمو قائد فريق منتخب المانيا الفائز بكاس العالم 1900، لا صاحب ضربه الجزاء التي سمحت لي المانيا بالتتويج بكاس العالم 90 امام الارجنتين عندما بكى مارادونا. شارك 3 مرات في نهائيات الاورو 2000، لعب 12 مقابله بحوزته الرقم القياسي في عدد المشاركات. هاي نشوفوا الان لاماسكوت. شكرا لك يا عبد القادر. لاماسكوت الخاصه بالاورو 2000 هي هذه نسبه الى الاسد. هاو جاي الان. الراحة والمتعة مع بنش. بنش الاختيار الأفضل.